قد ايه بنشكر الله من كل القلب على سبيكة إلهية تبدأ بالغفران ثم تصل إلى الستر أي الكفارة ثم تصل بعد ذلك إلى التبرير. التبرير ليه معنيين. المعنى الأول لا يحسب عليك الرب خطية. طب ليه لا يحسب عليك الرب خطية؟ لأن الرب وضع على المسيح كل إثمنا كل خطايانا. هو حمل الله اللي رفع أي نزع خطية العالم. هو حمل خطايانا في إيه؟ في جسمه في جسده لنموت عن الخطايا فنحيا للبر. ومش بس كده لكن هو بعد ما مال كل واحد فينا إلى طريقه الرب وضع عليه إثم جميعنا. عشان كده لا يحسب الرب عليك خطية أبدا. المعنى التاني بقى لما نعرف في كورنثوس الثاني أصحاح 5 نقول جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. الله كان بيتعامل مع المسيح لأن أنا كنت بيحملني المسيح. خلي بالكم أنا كنت في المسيح في الوقت ده كما لو كان أنا موجود حينذاك. فلابد أن كان المسيح يحمل الخطية ويحمل خطايانا ويحمل أثامنا ويحمل ذنبنا. عشان كده جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. طب وبعدها لنصير نحن بر الله فيه. مش متبرين بس بر الله فيه. الله لا ولم ولن يقبل أقل من هذا. لن يقبلك المسيح ولن يقبلك الله إلا لما تكون في المسيح يسوع.